نصيب تبع ماجيا. ده توحش. حلو قوي، وصلت قبل الشرطة. خلينا بقى نشوف ايه اللي حصل هنا. مين عمل كل ده؟ يوري. عمري ما شفت يوري بتعمل حاجة زي كده. هي ايه ده؟ العنكبوت الآلي. واو، مش مصدق انك نجيت من كل ده يا صاحبي. هو ده تليفون؟ مكالمة من فيني. اهلا جينو، انت فين؟ في شرطية هجمت المستودع في الشارع الثالث. شرطية؟ وتنابي او حاجة كده دمرت المكان. هودي المصابين المستشفى العام، وبعدين هقابل باقي المجموعة علشان نستعد. تستعد ال... هو في ايه هيحصل الليلة؟ انت اتخبطت في دماغك ولا حاجة؟ الليلة الكبيرة، الزعيم عاوز الكل مركز. استعد وقابلنا في نقطة التجمع. ليلة كبيرة؟ أكيد هامرهاد مخطط لحاجة مع الزعمة. لازم أعرف إيه أحسن حاجة أعملها. إن أتابع اللي اسمه فيني. أتمنى أوصل لمستشفى ميرسي جنرال في الوقت المناسب. لما يوري ثابت الاسم قالت إنها هتعلمه درس ما يتنسيش في الخوف. بس مش ده أكتر حاجة خوفتني. اللي خوفني النظرة اللي على وشها. أنا شفت النظرة دي على وشوش مجرمين كتير، بس مش على وش ظابط. ميرسي جنرال، أوكي. هتتبع كل استخدامات التليفون في الخمس دقايق الأخيرة. لو فيني صديقي لسه هناك المفروض أقدر أتتبعه. أتمنى. بتوصلني شوية إشارات، بس لازم أقرب من بطاقة فيني التعريفية. دلوقتي انا محتاج اعزل الاشاره. لا مش فيني. يلا كون انت يا فيني. يلا. مش هو. لازم اكمل بحث.
أرجوك كون فيني، أرجوك. ده مش هو، قرف. عندي إحساس إن ده صح. مش حلو. يلا يلا، لازم يكون لسه هناك. حاسس اني جاسوس. يلا يلا، ايوه هو ده. جدع يا فيني. فيني اهو، لازم افضل قريب، بس مش قريب قوي. على حسب كلام فيني، عامل هاد عنده عرض مخطط له الليله، واشك انه يكون في برودواي او بره برودواي، او حتى في صندوق اسود للتجربه في لودلو برودواي. يلا يا فيني، عرفني اي حاجه، انت املي الوحيد. هو بيدخل عربية. حركة وحشة يا فيني. عارف مكان ركنة العربية ده كان مهم قد ايه؟ بما ان هامر هاد خطف الزعمة تانين فهو هادي. انا بخمن ان الموضوع ليه علاقة بيه. انا بس محتاج اعرف ايه هو، واوصل لهامر هاد قبل يوري. يا فيني، انا مش قصدي تكون سواق حريص قوي يعني، بس على الاقل حاول تبين انك مهتم بقواعد المرور. هو ده اكيد المكان اللي فيني هيقابل فيه باقي المجموعه. المفروض اتصنت عشان اشوف يمكن اقدر اوصل لاي ادله بخصوص الليله الكبيره بتاعت النهارده. احنا هنروح موقع البنا امتى؟ بعدين. الزعيم عايز اضاءه، هو فعلا بيحب الدراما. ماشي، ابقى عرفني لو شفت جينو. تمام، انا قلت له يقابلني هنا. أي حاجة تحصل النهاردة هتحصل في موقع بونا، بس أنهي واحد؟ هامر هاد بيتحكم في مواقع كتير قوي. Ah!
استنى، هو احنا رايحين الجانب الشرقي ولا الغربي النهارده؟ الغربي يا غبي. يلا. تمام، اسف، مشاكل في الاذن الداخليه بتخليني احس اني تايه. موقع بونا في الجانب الغربي ده قلل الاحتمالات شويه، بس لسه برضو لازم افضل اسمعه. شباب العنكبوت هنا، انتوا تعالوا هنا. يا وقع جينو. فين؟ كان المفروض يتصرف في موضوع الأسمنت، هنبتدي الساعة 9 بالليل، مفيش وقت للغلط. أنا هشوف موضوع الخلاط.